جاهز جاهز لاهم رحله في تاريخك؟ جاهز يا عم. مش عشان احنا رايحين معرض الكتاب، لا ده احنا عشان خاطر تخرج معايا بس. يلا بينا. تفتكر هيوصل بسرعه ولا هناخد وقت في الطريق ولا قصتنا ايه؟ ان شاء الله مش هنقعد طريقنا، هنوصل بسرعه يا مسهل يا رب. ايه يا عم، احنا هنوصل ومش هنوصل يا عم؟ وصلنا، بقى لنا كتير قوي ماشيين. وصلنا خلاص، ماشي هنشوف. ها احنا ماشيين وسط الناس وقربنا خالص على المعرض اهو، وربنا يسهل. ايه يا احمد، احنا عند البوابه اهو ورايحين عند البوابه الثانيه علشان الدنيا زحمه قوي هنا، فيمكن هناك بس انا قصدي يمكن هناك نلاقي الدنيا رايقه شويه. فيلا بينا نروح على البوابه الثانيه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. يعني الجو الخارجي لمعرض الكتاب. هتعرف تصورني عند رافورة صورة حلوة؟ طب يلا بينا. يعني بص انت ايه، تصور؟ قاعة تلاتة اهي، ودي قاعة اتنين. واحنا هو دخلنا، هنا احنا دخلنا، احنا كده دخلنا، وانا مضطر اسلمك الرايه بقى عشان انا محتاج استكشف. فهتستلم انت بقى رايه الموبايل، امسك كده. المتاع الدولي في كده فين بقى؟ تعالى كده نبدا. ده باندا. ايه ده؟ ليش عرفني؟ اتصل منك. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده ستيكرز. ايه ده؟ دي حاجات حلوه قوي. بص ده في قصص مصوره. ممكن نوري الناس معانا؟ اهي ممكن حاجه زي كده مثلا. اهي. يعني ستوريز حلوه. الستوري ده عبارة عن ايه من جوه؟ شابترز ستوري عادية زي الستوريز اللي احنا بنشوفها في المدارس، يعني ستوريز عادية خالص بس شكلها لطيف، حاجات حلوة. ايه ده؟ الحق دي قصة شكلها حلوة قوي. الأطفال يعني؟ أيوة، ما هي دي حاجات الأطفال أنا عارف. وسعرها 50 جنيه بس، كويس. ده ايه دي بقى؟ البوك مارك دي علشان خاطر لو انت مثلا بتقرا علامه يعني. ايه؟ علامه. عشان انت مثلا بتقرا كتاب وقفت على صفحه معينه فتحطها جوه الكتاب. بس 50 جنيه؟ نحط الحاجات دي كتير. حاجات ايه ده اصلا؟ والله يا احمد الحاجات كلها من خشن، الخامه دي خشن. سعرها كام؟ لا مش هجيب منها فلوس. دي عباره عن ايه؟ روايات. روايات كلها. ماشي. التلاتة بمية؟ في حاجات انا عمري ما فهمت ان انا فاهم. انت بتحب تقول ايه للجمهور؟ احب اقول لهم يعني انا منبهر، انا ما بقاليش اكتر من 10 دقايق في المعرض بس انا شايف كميه كتب لدرجه ان انا حاسس ان انا عقلي هنج. يعني لو عقلي ده عباره هو بروسيسور، فالبروسيسور بتاعي هنج من كتر ما هو مش عارف يستوعب ايه ولا ايه. دي كتب مترجمه، يعني هو تقريبا كانوا واخدين الكتاب الاساسي ومترجمينه وعاملينه مصور. واو، وبص شكله ايه يا احمد، شكله خطير، شكله حلو قوي. هتلاقي بقى هنا بقى كل بقى الستوريز بتاعت الزمن القديم او النوفلز بتاعت الزمن القديم.
يعني هتلاقي مثلا طبعا دول بقى مش مترجمين، دي الستوري الحقيقيه. اولفر تويست، في هارد تايمز، يعني في جميل، في حاجات مترجمه، في حاجات تعال نشوف بقى ايه الحاجات اللي ممكن نجيبها بسعر كويس. ايه دي كتب ايه؟ مختلف الشهر اللي كلها حاجات الاطفال، كتب يعني مش حاجه معينه، يعني انت هتلاقي تشكيله كتب كده عليها تصفيه وكتاب سعره 10 جنيه، فهتلاقي بقى يعني انواع مختلفه ومجالات مختلفه، في حاجات تحت اهي كتب متنوعه برضه، بس هي بتدور حوالين كلها روايات قصص حاجات شعر. هجيب لك طبله ماشي. دار ميريت للنشر والتوزيع ماشي. ميزه الكتب دي اللي هي الروايات اللي هي جودتها مش عاليه قوي، اللي هي تبقى سعرها رخيص، يعني انت ممكن تشتري، يعني احنا مثلا سالنا على كتب هناك من الحاجات اللي كانت اسعارها عاليه، كان الكتاب ممكن بعد العرض 250، تخيل لو كان 350 الاول، فدلوقتي يعني عليه 250 عليه عرض، فانت هنا ممكن تشتري حاجات ارخص من كده، يعني ممكن الكتاب مثلا 50 جنيه، وفي كتب هناك اللي احنا شفناها في نهضه مصر الكتاب ب 25 و 30، وفي حاجات اقل من كده كمان. كويس. انا كنت اسمع على تلك المسلسل يقول له ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا، فهي دي ان تاتي متاخرا، هي دي المنظر ده. هذا هو المشهد الاول من المسرحيه التي قررت اخراجها. ده ايه ده؟ طبعا يا جماعه بلا شك ما ينفعش ابدا حد يجي معرض الكتاب ده يوم واحد ويقول ان انا هلف كل حاجه فيها، يعني انا حاسس ان انا تايه اصلا، انا لسه في قاعه واحده بس اللي هي قاعه 2 ومش عارف اعمل ايه، يعني انا لو انا كشخص جاي عشان اشتري كتاب ولفيت وشفت كل كميه الكتب دي، استحاله 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 اختار او احدد عايز اشتري ايه. ده ركن الحكايات، حكايات عالم. دي حله وغطا كمان، وغطا وحله، الغطا والحله. تعال نشوف بقى ده ايه، عباره عن ايه ده يا عم احمد؟ هل تعلم سيدي او سيدتي ان مفيش كتيب ايه؟ مفيش كتيب للارتباط؟ يعني المرتبطين مش لازم يشوفوا بعض كل يوم لو مشغولين، مش لازم تقول لي يا بيبي، عادي ممكن تقول لي يا طارق لان ده اسم، مش لازم تسالها رحت فين وجيتي منين، بتعملي ايه دلوقتي كل شويه، مش لازم انتوا قاعدين مع بعض تمسكوا ايدين بعض كل شويه، الدنيا حر، مش لازم تاكليه لانه اعتقد كبر ولازم يتعلم يعتمد على نفسه، وانت مش لازم خالص تجيب لها هدايا غاليه عشان تقول لها انك بتحبها، مش لازم يعني مش لازم. حلو. الغطا والحل. أشهر روايات في شهرة مذكرات طبيب. إيه ده؟ صراصير في حياتي، صراصير في حياتي. بما إن إحنا تعبنا يعني فهنروح بقى نشوف أي حاجة ناكلها، حاجة نشربها. تعبت ولا لأ؟ تعبت أكيد يعني. طيب يلا بينا. يعني شغل عالي وانبسطنا صح؟ اكيد انبسطنا، بس لسه ما خلصناش، لسه بدري، لسه في الاول، لسه بدري. ماشي. نلاقي اي كتاب هنا ان احنا نبقى عارفين اسم دار النشر، واسم دار النشر ده اهم من الكتاب نفسه، يعني لو انت مش عارف اسم الكتاب مش مشكله، بس اهم حاجه تبقى عارف اسم دار النشر علشان المتاهه اللي احنا فيها. احنا هنروح دلوقتي على قاعه واحد
هي اللحية دي اللي في جنبك. هذه هي. اه علشان هسال على ال اشوف بس بقى المكان المقر اللي هو بتاعها ممكن الاقي فيه حاجه كويسه. هنا روايات برضو دار العلم والمعرفه، هنا بقى كتب سنية، في كتب اهو ب 50 جنيه، في حاجات ب 85، في حاجات ب 110، في حاجات ب 35 برضو. لا تتصنع اسلوبك، كن على قدراتك، لا احد يستحق ان تتقمص شخصيه زائفه من اجلك من اجلي. بس حلو يعني، بغض النظر عن الاخطاء الاملائيه، بس لا يعني حلو. او كام درس معاك؟ 30. استنى غالي قوي، 30 جنيه. هنا في دار الزهراء للنشر في حاجات كتير قوي، علم نفس، علم نفس علاجي، العلاج النفسي، الفنون الفرديه والقدرات العقليه، مسرح الطفل والدراما الابداعي. الله ايه اي حاجه فيها ابداع بتشدني على طول، مش عارف ليه، مع اني ما عنديش ابداع خالص. نسيت العلوم، تعلم الفرنسيه بسهوله، تحدث الانجليزيه بسهوله، عايز اعرف ده بيقول ايه. دي مرات مصطلحات وكلمات ومعاها سي في، كتب الكترونيه فعلا. فن التصوير الرقمي، الله حاجه دي قوي، ده من اول حصلت بن هيثم لما قال اصلا بنشوف ازاي يعني تصوير لاي. لا ده في حاجات كم؟ 55. هو انا كل ما اشوف كده الاقي غالي، ليه ليه 55 ليه؟ اللي هو النجم، ولو جيت دلوقتي غيرت البرسنت دي ده بيدي لك معلومات علشان لو عامل تعمل ماسك الصوره من ناحيه النجمه ويبقى حلو قوي داخل النجمه، الوجه داخل النجمه، ادي العمليه. يا ريت كنت طالب او معايا كارنيه جامعه حتى زمان، ياخد خصومات حلوه جدا دلوقتي. خصم 40% للطلبه، يعني انت لو معاك كارنيه اللي يثبت ان انت طالب ده خصم 40% على اي حاجه، ده غير اللي هي اصلا ممكن يكون عليها خصم، يعني هي عليها خصم وانت كمان خصم 40%. النوت بوك كده كلهم كده صح؟ خشب؟ ده ايه ده؟ حلو قوي. كام دي بقى؟ 35. كتب جديدة اصدارات 2020، طيف الدنس، ظاهرة الحجاب، ايه ده؟ معلومة. يعني مش عارف دلوقتي عايزين نروح سور الأزبكية، بس أنا مش عارف هو فين، فهنحاول نسأل حد من المتطوعين بقى يمكن يدلنا. في الركن ده بقى لو أنت اشتريت كتاب وعزيز عليك الكتاب ده قوي، فأنت ممكن تيجي تاخد صورة مع الكتاب بتاعك، يعني صورتي مع الكتاب. طب ما تاخدني صورة أحلى. بس في الفريند وايت تاخدني صورة حلوة كده أحلى. تعالى. خيال علمي. منوران. منوران. عصام أمين. يا لا هلا هلا هركز في العمل كله، انا هركز في الممثلين اللي عرفتهم. انا ممثل اسمه سيد الجن، ده مش هعرف اصلا. فاكر الفيلم بتاع مروان مبروك عبد الحمد بتاع الليمبي اللي بيقول له لما علينا عبيدك يا رب؟ لا انا افتكر ازاي الفيلم بتاع عارف الفيلم الليمبي 8 جيجا، هو ده اللي عمل خطه سوداء قصه رعب. يعني هو نفس الشخص اللي في الفيلم؟ هو لا مش نفس الشخص اللي عمل القصه، قصه سوداء كده. هو اللي عامل فيلم الليمبي دلوقتي، هو اللي عامل فيلم وربنا توتي منك. كان بيمثل فيلم توتي يبقى هوس في السينما، عمل شخص كده عرض الطيران وفارس سوق النخاسه. وايه تاني؟ مريره ايرم. لا لا دي قصه من القران. ايرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواقع، خلق الله العظيم. ومستوحى من القران وفيها حاجات كثيره برضه. انا اتكلمت معاك اكتر من ماجستير يا عم. والله مش فاكر دي ايه، ده في كهرباء فين شفت
اختبارات مخططك ايه ده؟ قال لي في علم نفس، في تخصيب اليورانيوم، في زيبه، في اثار، وفي فرع معنى كثير فلانيات سنه ثلاث. دي حاجات كلها خاصه بقى بالتعليم الاطفال، اعتقد بقى حاجات صغيره قوي يعني اللي هو 4 سنين 3 سنين ونص. رحله البحث عن المراه الدماغ، هو كده بيبحث؟ اه مشاكل بيبحث. اه بص ده قاله ازاي؟ معناه انه بيبحث، يعني هو كده بيبحث. كان المفترض ان احنا ندور على سور الاسبكيه وقعدنا نلف قد كده وفي الاخر ما وصلنالوش، وقررنا نقعد شويه بقى برضه نرتاح تاني، يبقى كده دي راحه رقم 2. الموضوع صعب قوي. طبعا احنا كده رايحين ناحيه القاعه 4 اللي فيها سور الاسبكيه. في ناس كتير قالت او في حد قال لنا ان هي في قاعه 5 وحد قال انها في قاعه 4، بس ان شاء الله اطلع في قاعه 4. فاحنا كده رايحين عشان نشوف باقي الحاجات اللي موجوده في سور الاسبكيه. ده ايه؟ بنت الحب. اسال عليك لا مش عايزين حاجه بالصين، لا لا كله صين، كله صين اصلا. هو ده كان اصلا احلى حاجه بقى في الحاجات الصينيه، ان انت بتلاقي عندهم حاجات عجيبه كده ما تبقاش فاهم دي جت ازاي، بس بتلاقيها. تعالى كده نبص هنا نشوف. ممكن بس اخد البتاع ده اشوفه. يعني الشكل غريب قوي بصراحه. ده لا حلو. طب انا طالع حلو في الصوره؟ يعني في فرق؟ في فرق كده؟ كم؟ 150 50. صباح المفروض كنا نروح قاعة 5 أو قاعة 4، بس ما عرفناش نروح، فقلنا نعدي على قاعة 3 كده ونشوف الدنيا فيها إيه. بس غالبا هنا في قاعة 3 مفيش حاجة غريبة يعني، أو مش حاجة مختلفة. هو كل الكتب برضه كتب معظمها يعني زي الحاجات اللي احنا شفناها في قاعات قاعة 1 وقاعة 2. كده نروح بقى قاعة 4 ونشوف بقى ايه اللي ممكن نلاقيه هناك. احنا دلوقتي في قاعة 4 ومعظم اللي انا شايفه هنا كلها حاجات دينية، حاجات برضه للأطفال والكبار، حاجات كلها معظمها حاجات دينية للأطفال والكبار. وفي ركن بتاع الأزهر الشريف اهو، الأزهر الشريف هناك اهو. حاجة مفتخرة قوي قوي قوي. في شيوخ مفتيين جوه، يعني لو انت عندك افتاء او حاجة ممكن تتكلم معاهم. حاجة انا ما توقعتش ان انا الاقيها هنا بصراحة خالص. بص الشيخ هو قاعد وفي ولاد قاعدين بيستفتوا في حاجة، حاجة يعني بصراحة يعني أنا انبهرت لما شفتها. وفي كمان سيدات، للسيدات اللي عايزين يستفتوا، سيدات في جزء للسيدات برضه، حاجة حلوة أوي. أخيرا وصلنا سور الأزبكية. زي ما أنتم عارفين في كتب كتير هتلاقيها مستعملة بسعر كويس، وفي بقى أقسام كتير بقى، يعني عندك الجزء بتاع الحاجات الدينية، قصص الأنبياء والحاجات دي، وأسعارها 35 يعني اسعار كويسه. مش الكتاب عامل ازاي؟ يعني مثلا كتاب رياض الصلاحيين، بص كتاب كتاب ومستعمل وحالته كويسه الى حد ما تقدر تشتريه ب 35 جنيه. نتوجه به الى مدير قاعه على
اقسام كتير جدا وهتلاقي اسعارها رخيصه جدا من غير بقى الكلام اللي احنا شفناه هناك ده الاسعار اللي هو الكتاب 250 و350 و150 لقينا هتلاقي الحاجات ارخص من كده بكتير وحاجات جودتها كويسه برده ممكن اي حد عايز يشتري كتب يشتري منها فلو انت عايز تجيب كتب علميه او في اي مجال ممكن وحابب تقراها ممكن تيجي هنا هتلاقي هنا كتب كويسه جدا واسعارها كويسه اصلا البرده موجوده عند قبلها ب 150 هو نفس في سعره في المكتبه نفسها يعني كتاب سعره رخيص قديم زي مستعمل بالعكس انت جايبه من المكتبه من المكتبه اللي طبعته تقريبا مش فاكر كانت في الصفحه مش فاكر الصفحه ولا فين هو نفس سعره هنا بالعكس ده طبقا للابلكيشن ارخص موجود في حته ثانيه بص هو هنا موجود ب 150 المكتبه اللي شفتها هنا المؤسسه الطبيه على الدفاع اللي هو موجود في نفس المكان في السفر ب 350 هنا في السور 450 طب وده ينطبق على حاجات كتير ولا هو ده اللي انت قابلته شفته؟ ده اللي انا ركزت ان هو يعني انا صدفت ان انا شفته لان انا عايز اجيبه بس فلقيت ان هو نفس سعره بالعكس ده موجود في السفر ارخص من السور دي معلومة مهمة جدا دي معلومة غريبة جدا يعني في كتب هنا ممكن تلاقيها مستعملة بسعر الجديد في الطبق في الدار المشي بتاعتها غريبة جدا أنا مرة أخد بالي فين دار المعارف كنت أسمع زمان يقول لك دار المعارف دي أشهر دار مشي بس أنا عمري ما شفت الكتب بتاعتهم عاملة إزاي تعالوا بس كده نشوف كده نبذة أو نبذة على الكتب بتاعتهم نشوف كده دار كتب كلها من الزمن الجميل يعني شعر شوقي الغنائي والمسرحي في علم اللغة التاريخي فن الرواية الأمريكية أعتقد إن ده بقى الزمن الجميل للكتب يعني عايز تجيب الكتب اللي هي القديمة قديمة 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 تيجي هنا في دار المعارف طبعا رسول الأزبكية بشكل عام بيتكلم أو هو بيتناول الكتب معظمها من السنين القديمة بس هنا أعتقد بقى حاجة سبيشال طبعا الناس ده بقى فيه وفي فيكتوريز اليوسف وفي مؤسسة الأهرام ومؤسسة أخبار اليوم انا مش عارف يعني تفصيل اكتر عن الحاجات اللي ممكن الاقيها جوه بس بصراحه انا تعبت واحمد برضه اللي معايا تعب يعني فمش عارف فاعتقد ان احنا كده يعني لفينا لفه محترمه بس طبعا ده مش كفايه يعني انت لو عايز تشتري كتب قيمه او عايز تلف معرض الكتاب بشكل مفصل عمره ما يخلص فيهم ابدا لازم تلف مره واثنين وثلاثه في النهايه اقول ان انا مش اكتر شخص مثقف ممكن تاخد منه معلومه عن كتاب لان انا ما بقراش كتير بس انا انبسطت جدا بان انا جيت معرض كتاب النهارده واستفدت كتير وانا انصح اي حد ان هو ما يضيعش فتره معرض الكتاب اللي بتتكرر مره في السنه ولازم يجي لازم يجي يبص يعرف او ياخد فكره عن ايه اللي بيحصل جديد ايه الكتب اللي بتنزل ايه الكتب القديمه مهم جدا ان كل واحد فينا يجي هنا المعرض لانه اكيد هيستفيد حاجه ولو بسيطه وشكرا لكم